اوكي خلصنا للمرة الماضية موضوع الـ representation of side numbers، مظبوط؟ يعني شفنا كيف ممكن أمثل الـ side numbers بثلاث طرق مختلفة، sign magnitude، sign one's complement، sign two's complement، وضروري جدا تتدرب على هاي المفاهيم لأنه في عليها ويت مش قليل بالسكند وبالفاينل. يعني دائما بحكي لك خذ هالرقم بالباينري احكي لي شو هو إذا كان signed one's complement، شو هو إذا كان signed magnitude، أو ورجيني هذا الرقم كيف شكله بالsigned one's complement، كيف شكله بالsigned magnitude. تمام؟ فضروري جدا تتدرب على هذه الجزئية. الآن خلينا نروح على موضوع السبتراكشن. يعني احنا اوريدي شفنا كيف نجمع الأرقام بالunsigned numbers، كيف نجمع نطرح الأرقام بالunsigned numbers. الآن الجمع للساين نمبرز ستريت فورورد زيه زي الجمع بحالة الأنساين، بتحديدا أكثر إذا عم بحكي عن الوانز كومبلمنت والتوز كومبلمنت. جمع الأرقام الساين بجمع كل البيتس انكلودينج مين الساين بيت وكأنه جزء من الرقم، لكن في الوانز كومبلمنت إذا بتتذكروا بعد عملية الجمع شو بسوي؟ باخذ الواحد الكاري اللي بيطلع وبجمعه مع الجواب حتى اصل. اذا بتوز كومبلمنت شو بعمل اذا بجمع رقمين بالساين توز كومبلمنت؟ اي جاست ايش؟ اجنور الكاري اللي طالع من الساين بت. طب شو بالنسبه للسبتراكشن بالانساين نمبرز وبالساين نمبرز؟ هلا احنا شفنا كيف اسوي سبتراكشن بالانساين، مظبوط؟ انه شو يعني بالانساين؟ ذير از نو ساين بت، مظبوط؟ فحكينا بسوي عمليه الطرح، وإذا كان في عندي بورو من الموست سيجنيفيكانت من البت اللي بعد الموست سيجنيفيكانت بت اي نيد تو كوركت ذا انسر. لكن لو بقدر اني الاقي تمثيل للارقام بخط اشاره بقدر اني اريح راسي من موضوع الكوركشن لمين؟ للجواب في حال كنت عم بطرح unsigned numbers. فمثلا المثال اللي قدامنا عم بطرح 5 ناقص 1، هذول unsigned numbers في المرحلة الحالية. فالآن إذا بقدر إني أطرحهم بالطريقة اللي شفناها في البداية، أو بقدر إني أجي أحكي حولهم لسايند وبعدين حول الطرح لإيش؟ لجمع. فبقدر إني أحكي غير الطرح لجمع وبعدين أعطيهم إشارات. فالآن لما أعطيهم إشارات خلاص ريحت راسي. I am no longer dealing or working with إيش؟ unsigned numbers. فعم بطرح عم بجمع أرقام صفت البروبلم اني انا عم بجمع ارقام بايش؟ بالساين مثلا وانز كومبلمنت. عم بفترض اني بدي امثل او استخدم الوانز كومبلمنت حتى امثل الساين نمبرز. فالان this is the basic idea. If you want to subtract unsigned numbers حولهم لساين وبعدين ايش؟ اطرح او بعدين عفوا اجمع الرقم مع سالب الرقم الثاني. طب كيف امثل بالساين؟ شو الطريقه اللي استخدمها؟ ما حكينا الوانز كومبلمنت لطيف بقدر اجمع بسهوله، مزبوط، لكن قد اضطر اني اصلح ايش؟ الجواب. فمثلا هون اذا بدي امثل البلس 5 بالساين وانز كومبلمنت يوزنج 4 بيتس هيك شكلها 0 1 0 1. لو بدي امثل الماينس 1 بالساين وانز كومبلمنت بيطلع شكلها زي هيك. كيف اعرف انه هذه ماينس 1؟ هيون هاي ماينس الوانز كومبلمنت اوف ذس، مظبوط، اللي هي ايش؟ 1 0 0. فشو هو الرقم هات بالسايند وانز كومبلمنت؟ ماينس 1. فالان صفت عمليه الطرح لتو انسايند نمبرز هي عمليه جمع لايش؟ لتو سايند وانز كومبلمنت نمبرز. فاي اد طلع معي كاري يساوي 1، شو اعمل في هذا الكاري؟ اي نيد تو تيك ات اند اد ات تو ذا ريزلت تو كوركت ذا ريزلت. كم طلع الجواب؟ 0100 اللي هي هاي اذا بفترض انها signed ones complement number كيف اقراها؟ هي بلس 4، مظبوط؟ هي بلس 4 والجواب صح لانه 5 ناقص 1 هي ايش؟ 4. الان لو مثال اخر عندي 5 ناقص 6 وهم unsigned حولهم ايش؟ لsigned numbers وحول الجمع الطرح الى جمع. فبتصير وكانه عم بحكي بلس 5 بلس ماينس 6. فالان بجيب شكل البلس 5 بالسايند وانز كومبلمنت لاني انا عم بفترض اني عم بستخدم سايند وانز كومبلمنت، وبجيب الماينس 6 على شكل باستخدام السايند وانز كومبلمنت.
هيك شكلها ال minus 6. كيف أتأكد؟ هي minus ال 1's complement of this اللي هي 1 1 0 اللي هي قديش؟ 6 مظبوط؟ ف it is minus 6. فالآن الطرح صار جمع وال unsigned صاروا ساين، وبالتالي بقدر إني أجمع، وبما إنه ما في كاري فالجواب ماله؟ الجواب صحيح مظبوط؟ I don't need to correct anything. والجواب هي 1 1 1 0 اللي هي كم القيمة هاي بالديسيمال؟ assuming انها signed ones complement هي minus 1 لانها هي minus ال ones complement of these اللي هي 1 0 0 اذا هي minus 1. طبعا مش بالضروره الارقام تكون unsigned، ممكن اصلا الارقام بطبيعتها هي signed. فبيصفي الموضوع انه الطرح هو عباره عن الجمع لل minus of the number. فاذا انا عم بسوي a minus b فاذا فعليا هي a زائد minus b مظبوط؟ هلا اذا كانوا سايند خلص انتهى الموضوع اوريدي هم بس، اذا كانوا ان سايند حولهم لساين، بعدين ايش؟ حول الطرح الى جمع. فهذا لو افترضت اني انا عم بستخدم السايند وانز كومبلمنت كطريقه لتمثيل السايند نمبرز، الطرح صار جمع وبجمع، واذا كان في كاري لازم اجمعه مع الجواب حتى اصلحه. ما في كاري خلص انتهى الموضوع الجواب صح. طيب شو بالنسبه لو استخدمت السايند توز كومبلمنت كطريقه لتمثيل السايند نمبرز؟ نفس المبدأ. فلو عندي 5 ناقص 1 هم unsigned numbers، راح احولهم لsigned numbers واحول الطرح الى جمع واجيب شكل الرقمين بالباينري assuming ايش؟ signed to complement. فالبلس 5 هي بلس 5، متفقين على هذا الحكي. الارقام الموجبه شكلها نفس الشكل في كل الطرق. بجيب الماينس 1 بالtwo's complement. كيف شكلها بالsigned to complement؟ هي ماينس التوز كومبلمنت اوف ذس اللي هي 1 0 0 صح؟ اللي هي ماينس 1. هيك شكل الماينس 1 بالتوز كومبلمنت. بعدين بجمع بالتوز كومبلمنت، وشو ما طلع معاي كاري من الطرف الاخير من البت الاخير من الموست سيجنفيكانت بت اي ويل اجنور. وهذا الكلام منطقي لاني انا عاده ببلش باربعه بتس ولازم الجواب يكون باربعه بتس، فالكاري راح اهمله راح اهمله. فالجواب دائما صح، وهذه حكينا جماليه التوز كومبلمنت انه دائما الجواب صح. There is no need to correct the answer. Just ignore the carry out of the sign bit. اخر بت هو 100 هو السين بت and the answer is always correct. المثال الاخر اللي هو 5 ناقص 6 حولهم لساين نمبر، حول الطرح لجمع، جيب شكلهم بالباينري، هذه البلس 5 هذه ماينس 6. كيف اعرف انها ماينس 6؟ هي 0 1 0 1 0 صح؟ هي رقم سالب، فحتى اعرف قيمته بدي احسب له الكومبلمنت فهو ماينس 6. فالان اذا بجمع بيطلع معي الجواب زي هيك، وراح اهمل الكاري اللي طالع من الموست سيجنفيكانت بت او من الساين بت، والجواب دائما صحيح. قديش الجواب؟ لو واحد حكى لي هذا الرقم يمثل ساين توز كومبلمنت نمبر، كم قيمته؟ ماينس 1. كيف اعرف؟ ماينس التوز كومبلمنت اوف ذس اللي هي 1 0 0 اللي هي قديش؟ ماينس 1 مظبوط؟ ماينس 1. واضحه الفكره؟ فاذا انا اذا بلاقي لما يكون معي طريقه لتمثيل الساين نمبر بقدر اني اسوي عمليه subtraction يعني احول الطرح الى جمع، واذا كانوا اصلا الارقام unsigned I can convert them to signed numbers بني اضيف عليهم sign bit بكل بساطه اني اضيف عليهم sign. تمام؟ فهذه بسكر لنا على موضوع الفاونديشنز اللي بحتاجها بالارثمتيك حتى انتقل ارجع فعليا مش انتقل ارجع للشيء اللي كنا نحكيه قبل هذا الموضوع اللي هو تصميم الديجيتال لوجيك سيت. احنا بلشنا بهذا الموضوع على اساس انه نعرف كيف بتتم العمليات الحسابيه من اديشن وسبتراكشن على الورق بالباينري، كيف امثل الارقام الانساين، كيف امثل الارقام الساين نمبرز بالطرق المختلفه. ليه؟ حتى اعرف كيف اصمم سيركتس تقدر تجمع بالباينري، حتى اقدر اعرف كيف اصمم سيركتس تطرح بالباينري، لانه كل الاوبريشنز بدها تصير وين؟ في الهاردوير بالباينري، ما في شيء بيصير بالديسيبل اكيد مزبوط. فهذا بيقودنا للموضوع التالي اللي هو بيرجعنا لتشابتر 5، تشابتر 5 اللي كان يحكي عن الفانكشنال بلوكس. فالان بدنا نكمل حديثنا عن الفانكشنال بلوكس
شو يعني الفانكشنال بلوكس؟ يعني سيركتس بتسوي وظيفه معينه، مظبوط، ومتكرر استخدامها في تصميم الديجيتال سيستمز. ف الشابتر 5 بيكمل على تصميم اريثمتيك فانكشنال بلوكس. يعني اريثمتيك او فانكشنال بلوكس ذات كان بيرفورم اريثمتيك اوبريشنز. وابسط مثال عليهم اللي هي مين؟ الباينري ادرز. شو المقصود بالباينري ادرز؟ هي فانكشنال بلوكس ذات كان بيرفورم اديشن. فاذا انا عم بحكي عن سيركت ذات كان بيرفورم اديشن. اديشن بتوين وات؟ بتوين تو انبوتس. انا دائما بجمع رقمين، مزبوط، وبيعطيني الجواب. مثلا السم بيعطيني، بيجمع A مع B وبيعطيني ايش الجواب. لكن هون النقطة انه مش بالضرورة الـ A والـ B تكون 1 bit. الـ A ممكن تكون n bits والـ B ممكن تكون n bits، والـ S بالتالي راح تكون n bits. هاي السيركت بسموها n bit binary adder، او اختصارا كل كلامنا عن الباينري it is called n bit adder. شو يعني n bit adder؟ يعني سيركت بتجمع رقمين كل واحد فيهم n bits وتعطيني السم اللي هو ناتج الجمع على شكل n bits. هذه بنسميها n bit adder، وهذا اللي بدنا نصممه. This is a block that we want to design. الآن عادة بالادرز المفروض أنا بجمع n bits مع n bits، لازم الجواب يمثل على شكل n bit. We say this is an n bit system، إنه system maximum بيقدر يتعامل مع إيش؟ مع n bits. لكن عادة برضه we output one more output اللي هو الكاري. الكاري اللي طالع من الموست سيجنيفيكانت بت، من اخر بت في عملية الجمع. رح تحكي لي طب ليش بدك تسوي له output هذا البت طالما انت عم تتعامل مع ان بت سيستم، يعني الانبوت ان بت والاوتبوت ان بت، لانه هذا رح يكون فيه له استخدامات كثير. فاذا هو مش جزء من الجواب، ما بعتبره جزء من الجواب، لكن رح احتاج اني استخدمه حتى ابني big adders من small adders. حتى اسوي detection للاوفر فلو بحتاج اني اطلع الكاري اللي طالع من الموست سيجنفيكنت بت في الانبوت. فهذا اللي بدنا نسويه في هذه المرحله، بدنا نصمم ان بت. السؤال الان كيف اصمم هذا الان بت ادر اللي هو فعليا عباره عن سيركت ذات كان اد تو ان بت نمبرز. كم عدد الانبوتس لو عم بحكي عن ان بت ادر؟ كم عدد الانبوتس اذا عم بحكي عن 2 بت ادر؟ 4، مظبوط، لانه عندي ال A. اذا برجع باك هون ال A هذه راح تكون عباره عن رقمين A1 و A0. ال B راح تكون برضه ايش؟ رقمين B1 B0. فاذا كان 2 بت ادر معناها هاو ماني انبوتس؟ 4 انبوتس، مظبوط. بقدر اصممه ولا ما بقدر اصممه؟ بقدر اصممه، بقدر اجيب التروث تيبل ل سيركت في لها 4 انبوتس، راح يكون عندي 16 احتمال، وكم اوتبوت راح يكون في لها؟ 3 اوتبوتس، مضبوط؟ S1 و S0 ومين؟ والكاري اوت او الكاري اللي طالع من الموست سيجنفيكنت بت. وهذا اكسرسايز لك بدك تسويه في البيت اليوم، جيب لك ورقه فاضيه وديزاين 2 بت ادر يوزنج تروث تيبل وكي مابس بالطريقه الايش؟ اللي سويناها بشابتر 4 وشابتر فاين. وراح تقدر تصممه لانك انت بتعرف ترسم كي ماب ل4 بتس اللي هم A1 A0 B1 B0 ل4 فاريبلز. لكن لو صارت ال N 3 يعني 3 بت ادر، كم عدد الانبوتس؟ 6. عدد الاوتبوتس 4 اللي هم السم 3 والكاري. بتقدر تبني تروث تيبل؟ ممكن 2 تو 4 6 64 ممكن. طيب فإذا لو كانت الـ N 3 حكينا شو بصير؟ بدي 6 inputs معناها 64 combinations بالتروث تيبل بقدرش أتعامل معهم. وكل ما زادت الـ N يعني حجم الـ width تبع الـ adder كل ما صارت المشكلة أكبر وأكبر. ففعليا for N bit adder أنا بحتاج 2 times N inputs، مظبوط؟ وبالتالي راح يكون عندي بالتروث تيبل 2 to the power 2n combinations وعدد الاوتبوتس n.
هلا فور تو بيتس اللي هو الاكسرسايز اللي انت راح تسويه يو كان دو ات مظبوط، بس 3 بيتس ادر 4 بيت الامور مستحيله، والكومبلكسيتي هذه بتزيد از ان انكريسز. طيب شو الحل؟ في النهايه انا بحتاج اني اصمم واستخدم فعليا 4 بت ادر او 16 بت ادر او 32 بت ادر، يعني الادر اللي موجود جوا الكمبيوتر تبعك يمكن يكون 32 بت ادر. شو يعني 32 بت ادر؟ يعني سيركت بتجمع 32 بت مع 32 بت، قديش مجموعهم هذول؟ كم عدد الانبوتس؟ 64 انبوتس، يعني كم كومبينيشن بالتروث تيبل؟ 2 تو ذا باور 64، اتس فيري هيوج تروث تيبل اند يو كانت ورك وذ. احنا على مستوى 3 بت ادر ما نقدرش نرسم التروث تيبل تبعنا، او نتغلب ما نعرفش نتعامل مع 6 فاليوز. طب شو الحل؟ كيف بيصمموا الادر اللي موجود عندك جوا الكمبيوتر؟ لابد في طريقه، لابد في حل. يعني ممكن اجزء عمليه الاديشن. طيب كيف يعني؟ خلينا نشوف كيف احنا بنجمع على الورق. لو انا عندي 4 بت نمبرز اكس وواي، اكس عباره عن 4 بتس والواي عباره عن 4 بتس، وبدي اجمعهم، كيف بجمعهم على الورق؟ انا بجمعهم بت وايز مظبوط، يعني باخذ البت الاول من اكس مع البت الثاني مع البت الاول من واي وبجمع، فبجمع اكس 0 مع واي 0 اللي هو البتس الموجوده في البوزيشن 0، وبطلع مين؟ اس 0. ما خلصت، ممكن يطلع معاي كاري بسميه كاري 1. ليش كاري 1؟ لانه هو الكاري اللي داخل على البوزيشن رقم 1، البت بوزيشن رقم 1. الان في هاي المرحله شو بسوي؟ بجمع سي 1 مع اكس 1 والجواب تبعهم بجمعه مع مين؟ مع واي 1، بيطلع معاي ايش؟ اس 1. شو يعني اس 1؟ يعني البت رقم 1 من السم، وبيطلع معاي برضه ايش؟ سي 2 اللي هو الكاري اللي بده يطلع من ناتج جمع سي 1 مع اكس 1 مع واي 1. بعدين شو بسوي؟ بجمع هذول الاثنين مع بعض والجواب تبعهم بجمعه مع مين؟ مع واي 2، بيطلع معاي اس 2 وكاري 3. شو يعني كاري 3؟ مره ثانيه الكاري اللي رايح للبوزيشن تبعي. وبكرر نفس العمليه هون، بجمع 2 بتس والجواب تبعهم بجمعه مع البت الثالث، بيطلع معاي S3 وC4. أنا هيك بجمع على الورق. فالآن كيف ممكن أستفيد من هذا الحكي حتى أصمم هذا أو أصمم الآدر اللي بيسوي هاي العملية اللي هو اسمه 4-bit آدر في هاي الحالة؟ فلين بحكي ما في داعي أصمم السيركت ككل. شو يعني سيركت ككل؟ يعني آخذ 4 inputs من الـ X و 4 inputs من الـ Y، لأنه هيك صار عندي 8 inputs. لكن شو ممكن أسوي؟ اجي احكي لو اطلع منيح انا عم بسوي عمليه متكرره عند كل بت بوزيشن، نفس العمليه عم بسويها عند كل بت بوزيشن، اني انا عم بجمع 2 بتس وبطلع سم وبطلع كاري، بجمع 2 بتس بطلع سم وبطلع كاري، وبعدين بجمع البت اللي طلع هون مع بت، فانا عم بجمع 2 بتس وبطلع سم وكاري، 2 بتس وبطلع سم وكاري. فواحد ممكن يحكي ليه ما اصمم سيركت تجمع 2 بيتس وتطلع سم وكاري واجيب كوبيز من هاي السيركت، اجيب نسخ من هاي السيركت واشبكهم مع بعض حتى اسوي الاوفر اول اوبريشن، لانه هذا فعليا اللي عم بسويه على الورق. انا نفس مخي واحد عم بستخدمه يجمع عند البوزيشن الاول، عم بستخدمه يجمع عند البوزيشن الثاني، نفس العمليه عم بكرر. ف this is very important approach to design circuits بيكون فيها هذا النمط. شو هو النمط؟ انك you have multiple bits that you perform an operation between them and another set of multiple bits والoperation is repetitive، يعني متكررة in كل position انت you are doing the same operation. فانت تصميم ال 4 bit adder فعليا صفى وكأنه انه انا بدي اجمع 1 bit مع 1 bit واطلع من هون ايش؟ سم، واطلع من هون ايش؟ كاري. هذا بسميه انا 1 بت ادر. شو يعني سيركت تجمع 1 بت مع 1 بت؟ وهي السيركت بعرف اصممها لانه في لها 2 انبوتس بس. وبعد ما اصممها ايش اعمل؟ اروح اجيب منها نسخ واشبكهم بطريقه تماثل العمليه اللي بسويها على الورق، اللي انا بجمع بت من الرقم الاول مع الكورسبوندينج بت من الرقم الثاني وبطلع السم
وباخذ كاري، بعدين بجيب كمان بلوك، بجمع هدول الاثنين، بطلع سم مؤقت بجمعه مع حاد مع واي 1 بيطلع معي الجوع. فهذا اللي راح نسويه فعليا، وهذا زي ما حكيت this is very important design approach بالسيركتس اللي فيها هذا النوع من التكرار. وابسط واشهر مثال على هذا النوع من السيركتس هي مين؟ السيركتس اللي بتجمع الادرس فيها تكرار، نفس العمليه بكررها عند كل بت بوزيشن. فبتصفي العمليه why not to design a circuit that does this؟ تجمع 1 بت مع 1 بت وتعطيني سم وتعطيني كل. فهذا الديزاين ابروتش بسموه السيل ديزاين او الري ديزاين، انك انت فعليا راح تصمم بلوك صغير بيسوي البيسك اوبريشن او بيسوي العمليه المتكرره، بعدين يو كرييت كوبيز اوف ذيس بلوك اند ذن يو كونكت، فبيطلع معك اري اوف بلوكس بسموها سيل اري او بسموها اري. ف متى بقدر اسوي هذا الكلام؟ اذا كان في تكرار في السيركت او في شيء يعني ريجولر، في ريجولاريتي بالسيركت. شو الريجولاريتي الموجوده بالادر؟ انك يو ار ادينج تو بيتس ات افري بيت بوزيشن، مظبوط؟ فهذا اللي راح نسويه، بدنا نصمم السيركت اللي بتجمع 1 بت مع 1 بت وبتعطيني سم وبتعطيني كاري، وبعدين بعد ما اصممها I create copies of this and I wire them up، وبنتهي بايش؟ بالادر بالحجم المطلوب. فهاي السيركت اللي بتجمع 1 بت مع 1 بت وبتعطيني سم وكاري بسموها هاف ادر، فايت از 1 بت ادر. It is a one bit adder بكل بساطة. It is a one bit adder بسموه half adder. بعرف أصممها هاي السيركت سهلة، في إلها two inputs وفي إلها two outputs. شو العلاقة بين الانبوتس والاوتبوتس؟ إنه الاوتبوت هو عبارة عن ناتج جمع X مع Y. فإذا بروح بجيب التروث تيبل اللي فيها أربع احتمالات للإكس والواي، وباجيب بعبي التيبل للكاري والسم اللي هو 0 plus 0 is sum 0 and there is no carry. 0 plus 1 is sum 1 and there is no carry. مش بعرف اجمع باينري. 1 plus 0 1 there is no carry. 1 plus 1 0 and there is carry. صارت معي التروث تيبل جاهزه، بقدر اجيب الاكسبريشن. شو راح يطلع السم؟ اذا بتطلع على السم شو راح يطلع؟ برسم الكي ماب اذا بدي، اللي هي تو فاريبل كي ماب، او بعرف هاي شو هي. هاي شو هاي؟ اكس اور، اللي هي اكس اكسكلوسيف اور مع واي. طيب والكاري؟ الكاري ما فيش غير ايش؟ من ترم واحد ومكانه اخر سطر اللي هي مين؟ اند جيت، يعني هي اكس اند واي. فاذا هاي السيركت البسيطه هيك شكلها. السيركت اللي بتجمع 1 بت مع 1 بت وبتعطيني السم بتعطيني الكاري هي اكس اور بين التو بتس واند بين التو بيتس فور ذا اكل. فصار هاي السل، هذه بنسميها سل، هاي بنسميها سل، انا هي الخليه الصغيره تبعتي. الان بدي اجيب منها نسخ عشان ابني مثلا تو بيت ادر او فور بيت ادر او اي ادر باي حجم مطلوب. فخلينا نشوف كيف ممكن استخدمها حتى ابني ادر اكبر. فمثلا هون بحكي لي using 1 bit half adders show how to build a 2-bit adder. ورجيني كيف تبني 2-bit adder. شو يعني 2-bit adder؟ يعني سيركت بتجمع رقمين كل واحد فيهم 2 bits. فأنا عندي هون X وعندي هون Y، ال X هي 2 bits وال Y هي 2 bits. هلا كيف بجمع أنا وكيف صممت السيركت؟ صممت السيركت بناء على الطريقة اللي بجمع فيها على الورق. فرح أحاول أجيب كوبيز من هذا الهاف أدر واشبكهم مع بعض حتى انفذ عمليه الجمع. فاول شيء بسويه اني انا بجمع x0 مع y0، كيف اجمعهم؟ من خلال half adder. شو بيطلع معي؟ بيطلع معي اول بت من الجواب جاهز هيو، صح؟ هذا sum 0، البت رقم صفر من الجواب. وبيطلع معي ايش؟ carry 1 straight forward، صح؟ لاني جمعت 1 بت x0 مع 1 بت y0، خلص بيطلع s0 وكاري 1. شو يعني كاري 1؟ الكاري اللي رايح على البوزيشن رقم 1. طب بعد هيك شو بسوي؟
بدي اجمع سي 1 مع مين؟ مع اكس 1. شو بحتاج؟ هاف ادر. فراح اخذ سي 1 واجمعها مع مين؟ مع اكس 1. شو بيطلع معي؟ اس 1؟ لا، مين اس 1؟ اس 1 هو عباره عن مين؟ هو اكس 1 زائد سي 1 زائد واي 1. فاذا اللي بده يطلع من ناتج جمع هدول لو سميته انا اس 1 ستار، يعني اس 1 مؤقت. اس 1 مؤقت، وينه الاس 1؟ هاي اس 1 ستار، هذا هو. مزبوط؟ لسه هذه النتيجة لسه بدي اخذها واجمعها مع مين؟ مع واي 1. شو بحتاج؟ بحتاج اجيب كمان هاف ادر، صح؟ بحتاج اجيب كمان هاف ادر عشان اجمع اس 1 ستار، اللي هي الاس 1 ستار اكس 1 زائد سي 1 مع مين؟ مع واي 1. الان لما اجمع هدول الثلاثة بيتس مين بيطلع معي؟ بيطلع معي اس 1 جاهز، انطبخ اس 1. مظبوط؟ جاهز اس 1. طيب هلا هذا الادر بيعطيني اس 1 وبيعطيني كاري. مين هو هذا الكاري؟ لاحظ من هون مين من ناتج الجمع بهذا البوزيشن، شو بيطلع معي الكاري؟ اسمه سي 2، يعني الكاري اللي بده يروح على البوزيشن رقم 2. طبعا ما في بيتس هناك، صح؟ بالاكس والواي ما في بيتس، فهو راح ينجمع مع اصفار، فهو الكاري اللي بدي اسوي له اوتبوت. طب هذا الكاري وينه على السيركت؟ هل سي 2 هون؟ المنطق بيحكي هيك، صح؟ لانه هذا الادر جمع اكس 1 مع سي 1 مع واي 1، فالمفروض يعطيني اس 1 ويعطيني سي 2. مظبوط، ويعطيني سي 2. لكن اللي بيتفحص السيركت بيلاقي انه في هون كمان كاري. طب شو اعمل في هذا الكاري؟ اطنشه؟ بزبطش اطنشه، لانه هذا جزء من العمليه الحسابيه. هذا الكاري اللي ناتج عن جمع اكس 1 مع سي 1. مظبوط، ممكن يكون في كاري، تخيل اكس 1 وسي 1 قيمهم 1 1، بس ممكن ممكن. فبيطلع هذا البت كم قيمته؟ هون 1. مظبوط، فاذا هذا شو اعمل فيه؟ والسؤال الاخر سي 2 وينه؟ هل هو هذا الكاري ولا هو هذا الكاري؟ انو واحد فيهم؟ الاثنين. كيف الاثنين؟ واحد منهم. انو واحد؟ نفس المبدأ، هم 3 بيتس بغض النظر شو اسماء، ما بتفرق. يعني شو اللي راح يصير؟ تخيل لما اجمع سي 1 مع اكس 1 ممكن يطلع معي كاري، ممكن، صح؟ اذا كانوا 1 1، وممكن ما يطلع كاري. تخيل اذا كانوا 0 0 او كانوا 1 0 او 0 1، ما بيطلع كاري. يعني الكاري اذا بدك تسميه سي 2 ستار، اللي هو مين؟ هذا سي 2 ستار. مظبوط، ممكن يكون 1 ممكن يكون 0. هلا اذا كان 0، يعني هذا العمليه اكس 1 زائد سي 1 ما اعطاني كاري، بس اعطاني سم يساوي 1 والواي 1 يساوي 1، شو راح يكون؟ راح يطلع في كاري. مظبوط، يعني اذا اس 1 ستار طلعت تساوي 1 وواي 1 تساوي 1، شو راح يكون؟ راح يكون السم 0، اس 1 0، وراح يكون في عندي كاري. فمره الكاري ممكن يجي من هون، او ممكن الكاري يجي من هنا، من هون، بس مستحيل يطلع الكاري يساوي 1 من جمع هدول ومن جمع اس 1 ستار مع مين؟ مع واي 1. فاذا الكاري سي 2 من وين بيجي؟ اما بيجي من سي 2 ستار او من سي 2 نفسه، اذا بدك تسميه، لانه اما الكاري بيطلع من ناتج جمع هدول، او الكاري بيطلع من ناتج جمع هدول مع مين؟ مع الواي 1. بس مستحيل يطلع الكاري من الحالتين، صح؟ او بيطلع ما في كاري بالحالتين. مظبوط، تخيل تجمع 0 بلس 1 بلس 0، سي 2 ستار راح يكون صفر، والسي 2 راح يكون برضه صفر. بس الورست كيس انه يكون عندك 1 بلس 1 بلس 1. فإذا جمعت 1 بلس 1 بيطلع 0 وفي كاري، وال 0 اجمعه مع ال 1 الثالث بيطلع ما في كاري، بس بيطلع الجواب 1. فإذا الكاري إما بيجي من هون، الموست الكاري اللي طالع من الموست سيجنفيكنت بت إما بيطلع من هون أو بيطلع من هون. كيف أعبر عن هذا الكلام باللوجيك؟ أور جيت. مضبوط؟ أور جيت. فإذا حتى أبني
2 بت ادر، باستخدام الهاف ادرز ما بحتاج بس هاف ادرز، بحتاج برضو ايش؟ اور جيت. ليش؟ لانه الكاري طبعا هذه الاور جيت ما بحتاجها لما اجمع اول 2 بتس بالرقمين، لكن بعد هيك راح احتاجها. ليش؟ لانه الكاري ممكن يطلع من ناتج جمع هدول او من ناتج الجمع هذا اللي هو سميته انا اس 1 ستار مع مين؟ مع واي. فبدي ايش؟ اور جيت. لان هذا السيركت اللي صممته صار اسمها 2 بت ادر، فبقدر احطها في بوكس مضبوط وابيعها ويصير اسمها ايش؟ 2 بت ادر، في له 4 انبوتس، 2 انبوتس لاول رقم، 2 انبوتس لثاني رقم، 2 اوتبوتس للسم، و1 اوتبوت لمين؟ للكاري. فبصير اسمه 2 بت ادر بغض النظر كيف مبني من جوا، بالنسبه لي هو ايش؟ 2 بت. الان خلينا نكبر الادر شوي ونبني 4 بت ادر باستخدام 1 بت هاف ادرز. يعني بدي اجمع رقمين اكس 3 اكس 2 اكس 1 اكس 0 زائد واي 3 واي 2 واي 1 وايش؟ واي 0. 4 بت مع 4 بت باستخدام مين؟ هاف ادرز، نفس المبدا. شو راح اسوي؟ راح اجمع اكس 0 زائد مين؟ واي 0 باستخدام ايش؟ هاف ادر. راح يطلع معي اس 0 على السريع، جاهز اس 0، وبيطلع معي مين؟ سي 1 صح؟ سي 1 شو راح اعمل فيه؟ راح اجمعه مع اكس 1، راح اخذ سي 1 واجمعه مع مين؟ اكس 1 باستخدام زي ما سوينا قبل شوي هاف ادر. هلا اللي راح يطلع من هون مين هو؟ هل هو S1؟ لا، هو S1 ستار إذا بدك تسميه. لسه بدي أجمعه، هاد أخده وأجمعه مع مين؟ مع Y1. ما سويت إشي لحد الآن، أنا اللي عم بسويه إني عم ببني 2 بت أدر فعليا. هلا لما أجمع X1 مع Y1 مع C1، سوري مع C1، شو راح يطلع معي؟ راح يطلع معي S1 مظبوط؟ كسم، هذا السم. طيب لسه ما خلصت، هلا بدي اروح على Y2 وX2، شو بدي اجمع؟ رح يطلع معاي من هون هذا مين؟ C2. بيطلع هيك C2 ولا لازم اخذ OR gate من هون وOR gate من هون مظبوط؟ حتى اطلع مين؟ C2 صح؟ لازم اجيب C2، نفس السيركت اللي موجود على السلايد اللي قبله. هلا هذا C2 بدي اخذه اجمعه مع مين؟ مع X2 حتى يطلع معاي ايش؟ S2 ستار مظبوط؟ ال S2 ستار هذا راح اخذه واجمعه مع مين؟ مع كمان هاف ادر مع مين؟ مع Y2 عشان يطلع معاي S2 مظبوط؟ عشان يطلع معاي S2. طيب وبعد هيك راح اخذ الكاري اللي طالع من هون والكاري اللي طالع من هون عشان يطلع معاي مين؟ C3 صح؟ وC3 هذه راح اخذها واجمعها مع مين؟ مع X3 مضبوط؟ وهكذا. فإذا كل ما انتقلت لبت بوزيشن بعد البت البوزيشن الأول، شو راح احتاج؟ راح احتاج اور جيت مضبوط؟ احتاج اور جيت. فاذا هاو ماني هاف ادرز ويل اي نيد؟ لاحظ بدك لكل بت بوزيشن بعد البوزيشن الاول شو راح تحتاج؟ راح تحتاج هدول صح؟ بس اول واحد بحتاج فيه ايش؟ هاف ادر. بعد هيك شو بحتاج؟ تو هاف ادرز. فاذا انا عندي ثلاثه بيزيت بوزيشنز في تو هاف ادرز، سته زائد واحد لاول بوزيشن سبعه. طب كم اور جيت؟ ثلاث، لانه لكل بت بوزيشن بعد البت البوزيشن الاول برضه بحتاج لاور جيت. فانت لو كان بدك مثلا 5 بت ادر شو راح تحتاج؟ راح تحتاج 9 مظبوط، راح تحتاج 9 هاف ادرز وايش؟ 4 اور جيتس. 4 فهذا كيف ابني ال 4 بت ادر من الادرز الصغار اللي هم مسمينهم هاف ادرز. طيب ممكن واحد يفكر ليه أغلب حالي؟
يعني ليه ابلش بهاف ادرز؟ ما انا اوريدي على السلايد اللي قبله انا سويت شيء اسمه ايش؟ تو بت ادر. فهل بقدر ابني 4 بت ادر من 2 بت ادر بلوكس؟ وهذا هو المثال اللي بعده. بحكي لي استخدم ال 2 بت ادر بلوك اللي موجود في اكزامبل 5 ورجيني كيف ممكن تبني 4 بت ادر تو اد 2 4 بت نمبرز اللي هم مين؟ A و B. فانت اوريدي صممت هذا البلوك، ليه ما تستفيد منه؟ مزبوط؟ ليش تضلك تشتغل على ليفل اصغر؟ كيف ممكن اسويها هاي؟ بكل بساطه انا عندي A3 A2 A1 A0 بدي اجمعها مع B3 B2 B1 و B0 مزبوط؟ حتى يطلع معي S0 S1 S2 S3 ويمكن يطلع معها ويطلع معي ايش؟ C4 مزبوط؟ فكيف ممكن اسوي عمليه الجمع هذه باستخدام البلوكس اللي قدامي؟ ستريت فورورد. واحد ممكن يجي يحكي وزع عمليه الجمع، اقسمها لقسمين، اجمع اول 2 بيتس مع اول 2 بيتس عشان تحصل على مين؟ على اول 2 بيتس من السم. فباجي على هذا الادر وهدول الانبوتس تبعت اول رقم وهدول الانبوتس تبعت ثاني رقم، فمثلا ممكن ادخل هون A1 A0 وادخل هون B1 B0. فانا هيك بكون عم بجمع مين؟ اللور 2 بيتس من التو نمبرز. الترتيب مهم، most significant مع most least significant، significant مع least. شو راح يطلع معي من هون؟ S1 S0 اللي هو ناتج الجمع بس هيو مزبوط؟ لكن لما اجمع هدول التو بيتس مع هدول التو بيتس شو بيطلع معي من هون؟ كاري مين؟ C2. وينه C2؟ مزبوط؟ هذا مين؟ C2. الان بدي خلصت من او من اللور تو بيتس في عمليه الجمع، شو بدي اروح اسوي؟ اجمع الابر تو بيتس صح؟ باستخدام مين؟ باستخدام هذا الادر. طيب شو اعمل؟ هل اسوي زي ما سويت في الادر الاولاني اني اشبك A3 و A2 وB3 وB2 مباشره على ال AY1 وال X1 وال X0؟ بزبطش. ليش؟ لانه انا هون شو بجمع؟ بجمع هدول مزبوط؟ C2 مع A2 مع B2، بس هذا الادر ما بيقدر يجمع غير 1 بت مع 1 بت و1 بت مع 1 بت صح؟ طب شو اعمل؟ بكل بساطه بحتاج اني اخذ C2 واروح اجيب هاف ادر عشان اجمعه اما مع A2 او مع B2، ما بتفرق، هو الجمع تبديلي. فبروح بحط هون مين؟ A2. هلا الجواب اللي بيطلع من هون من جمع هدول بدي اخذه وادخله وين؟ مثلا على X0. ليش؟ عشان اجمعه هون مع مين؟ مع B2 صح؟ فانا هيك بكون جمعت A2 مع C2 طلع معي S2 ستار. يعني اذا بدك تسميه هذا مين؟ هذا S2 ستار. مع مين بدي اجمعه؟ مع B2 مزبوط؟ طيب بعد هيك شو راح يطلع؟ راح يطلع معي S2. هيو طلع S2 من هون جاهز خلص. S2 حسب هو A2 C2 B2 مجموعين. طيب بعد هيك بدي اجمع A3 مع B3. راح تحكي لي خلص روح دخل A3 هون ودخل B3 هون. بصير؟ ليش؟ لأنه ممكن في كاري يطلع معاي من هون. مزبوط؟ في كاري يطلع معاي من هون. في كاري بده يجي من هون. مزبوط؟ وهذا الكاري إما بيجي من هون مزبوط؟ أو بيجي داخلياً لما أجمع A2 ما أجمع B2 مع S2 ستار. صح ولا لا؟ فإذا شو أعمل في هذا الكري؟ لازم آخذه وأجمعه مع مين؟ مع مين؟ مع A3 مثلا مظبوط؟ وأطلع سم وأدخله وين؟ وأدخله هون. هذا مين هذا؟ A3 زائد الكري اللي طالع من هون. بدي أجمعهم مع مين؟ مع B3 مظبوط؟ عشان يطلع مين؟ S3 صح؟ خلص جاهز صار S3. هلا شو ضل علي؟ هذا الكري، هذا مين؟ أنا عادة بطلع 4 بيتس بس بدي أطلع الكري معهم، فهذا الكري اللي هو بده يجي من هون اللي هو C4 صح؟
اللي هو الناتج عن جمع C3 مع A3 مع B3، من وين يجي؟ إما من هون أو مظبوط؟ أو من هون. ففعليا هذول الكومبوننتس الإضافية اللي ضفتهم هم عبارة عن شو؟ عبارة عن هاف آدر، تو هاف آدرز أور جيت. اضطريت أضيفهم لأنه مع تو آدر بلوكس، بس تو بت آدر بلوكس ما راح تزبط إني أجمع، لأنه أنا ما عم بجمع بس أربعة مع أربعة بتس، أنا في مراحل عم بجمع 3 بتس مع 3 بتس. أوكي؟ فذيس إز فيري امبورتنت، وبنفس الوقت هو مزعج صح؟ يعني استخدام الهاف آدر حتى أبني الآدرز الأكبر، أو استخدام الآدرز الأكبر اللي بنيتهم من استخدام هاف آدر، بقدر أبني فيهم آدرز أكبر لكن استعمالهم مش ستريت فورورد، رح أضطر أن أضيف أور جيتس، أضطر أضيف هاف آدرز حتى أسوي هذا الأمر. وكل هذا نتج بسبب أني أنا استعجلت شوي. لما قعدت أفكر كيف ممكن أصمم الآدر الكبير من آدرز صغار، شو سويت؟ استعجلت، جيت حكيت أنا عم بجمع X1 X2 X1 X0 مع Y2 Y1 Y0 مثلا، عم بجمع 3 بتس. استعجلت أنا، حكيت السيركت أو العملية المتكررة هي عبارة عن عملية جمع 1 بت مع 1 بت حتى أحصل على صم وأحصل على كاري. بس فعليا هذا الكلام صح فقط وين؟ عند أول بت بوزيشن، أنا بجمع 1 بت مع 1 بت، بس في باقي البوزيشنز شو بجمع؟ 3 بتس في C1 هون، بجمع 3 بتس عشان أجيب سم وكاري للبوزيشن بعده، وهذه العملية الأكثر تكرارا. فأنا استعجلت، حكيت العملية اللي بتتكرر هي جمع 1 بت مع 1 بت، بس العملية فعليا اللي بتتكرر هي إيش؟ هي جمع 3 بتس مع بعض. I only need to add 2 bits فقط عند الـ least significant bit، بعد هيك عم ببلش أسوي إيش؟ addition لـ 3 bits. فهذا الكلام بقودنا للحل اللي بيريحني شوي، إني بدال ما أصير أطلع وين أحط OR gate وكيف أحط half adder، خليني أروح أصمم، أعيد نظرتي للموضوع وأصمم السيركت وكأنها 1 bit adder، لكنها هاي السيركت بتقدر تجمع 3 bits، 1 bit مع 1 bit مع 1 bit، لأنه هذه هي العملية الأكثر تكرارا فعليا. هاي السيركت بسموها إيش؟ فول آدر. هذيك اسمها إيش؟ هاف آدر لأنها بتجمع 2 بتس، هذه فول آدر بتجمع بت مع بت مع بت، وشو بدك تسميهم سميهم، في النهاية هي عملية جمع. هو مسميهم هون إكس واي وسي إن. شو يعني سي إن؟ يعني الكاري اللي بده يدخل على هاي الخانة أو على هذا البت بوزيشن، وبتعطي سم وكاري زيها زي السيركت تبعت مين؟ تبعت الهاف الآن. بعرف اصمم هاي السيركت، بعرف اصممها 3 انبوتس 2 اوتبوتس، راح اجيب التروث تيبل، راح احكي 0 بلس 0 بلس 0 السم 0 والكاري 1، 1 بلس 1 بلس 0 السم 0 والكاري 1 اند سو اون، وبعبي التيبل. لان ونس اني عبيت التيبل بقدر اجيب الكي ماب للسم والاكسبريشن تبع السم اللي هو راح يطلع اكس اور بين الاكس والواي والسي ان، واجيب الكي ماب تبعت السي اوت، فالسي اوت راح يطلع اكس اند واي، اكس اند سي ان، واي اند سي ان. صار معي الاكسبريشن، اي كان بيلد ذا سيركت، ذيس از ذا سم سيركت يوزنج الاند والاور والنوت، اند ذيس از ذا سي اوت سيركت يوزنج اند اور انفرترز. طبعا بقدر ابدل السيركت تبعت السم ب اكس اور جيتس، مضبوط؟ اسهل لي اني ابدلها ب اكس اور. فالان هذه السيركت صار اسمها 1 بت فول ادر. فول ادر لانها بتجمع 3 بتس بغض النظر عن اسماء. لان كيف ممكن استخدم هاي السيركت حتى ابني ادر كبير؟ مثلا 4 بت ادر. 4 بت ادر باستخدام 1 بت فول ادر. كيف ابني؟ فعليا راح اجيب كوبيز من هذا ال 1 بت ادر واشبكهم مع بعض بطريقه تحاكي الشيء اللي بسويه على الورق. فراح اروح اجيب 1 بت فول ادر حتى اجمع مين؟ اكس 0 مع واي 0، لانه هذا اللي بجمعه هون انا، مزبوط؟ شو راح يطلع معي؟ راح يطلع معي اس 0، وراح يطلع معي سي 1. سي 1 شو بدي اسوي فيه؟
بدي اجمعه مع اكس 1 وواي 1، فالان صارت العمليه جاهزه. خده بدل ما اجيب هاف ادر وهاف ادر والاور جيت ومش عارف مين، خلص جاهز البلوك، بس حط ستاك. راح يطلع معي اس 1 وسي 2، سي 2 راح اخده واشبكه مع مين؟ اكس 2 واي 2، اجمعهم يطلع معي اس 2، وسي 3 راح اخده واجمعه مع اكس 3 واي 3 يطلع معي اس 3 اند سو اون. لو بدي 32 بت ادر بجيب 32 نسخه من هذا الفل ادر وبشبكهم مع بعض بهي الطريقه، اي تشين فعليا تشبيك، مضبوط؟ كاري اوت هذا سي اوت مع مين؟ مع سي ان. سي اوت مع مين؟ سي ان. شو حلقه الوصل لما انتقل من 1 بت بوزيشن للاخر؟ السي الكاري، مضبوط؟ بهاي الطريقه. فالان هذا صار 4 بت ادر ريلايزد يوزنج فول ادرز، ريلايزد يوزنج 1 بت فول ادرز، فبقدر اني احطه. الان السؤال هون، هذا الانبوت موجود؟ موجود، وحكينا سابقا اي انبوت موجود عندي في الديجيتال سيستم ما بستخدمه، هل بحتاجه هون؟ لا، اي نيد تو فيكس ات تو ا نيوترال فاليو. طيب شو النيوترال فاليو اللي احطها لعمليه الجمع؟ زيرو. فاذا لازم اثبت هذا الانبوت على زيرو، وبعدين اي كان بوكس ذس سيركت وبتصير اسمها ايش؟ 4 بت ادر الها 4 انبوتس للرقم الاول، 4 انبوتس للرقم الثاني، 4 اوتبوتس بالاضافه الى الكاري اللي طالع من الموست سيجنفيكانت بت، وهذا الانبوت ثبته على الصفر. هلا بقدر اني انا اكبر البوكس شوي واخبي هذا الانبوت جوا، صح؟ خلص اليوزر بالنسبه له مش موجود، لكن راح اخليه اكسسبل لليوزر، لانه هذا بفيدني اني انا اخذ هذا البلوك واجيب كمان بلوك واشبكهم مع بعض، ويصير عندي 8 بت ادر زي ما هو موجود في المثال التالي. لكن قبل ما نشوف المثال التالي خلينا نحكي هاي النقطه، لان هذه الطريقه في تصميم الادرز لها اسم، هذا النوع من الادرز اللي طلع معاي هاد له اسم بسموه ريبل كاري ادر او كاري بروباجيت ادر. كاري بروباجيت ادر يعني سي بي اي، او ريبل كاري ادر اللي هو ار سي، يا هيك بسموه يا هيك. طب ليش اعطوه اسم؟ يعني هل في ادرز انواع اخرى؟ يو كان ديزاين ديفرنت تايبس اوف ادرز فعليا. دور انت راح تشوفه بعدين، يمكن شيء اسمه كاري لوك اهيد ادر. هو ادر بس مصمم بطريقه ايش؟ مختلفه. هذا بسموه ريبل كاري ادر. فيه مشكله، ليش رحنا ودورنا على طريقه ثانيه لتصميم الادرز؟ مشكلته انه بطيء. حتى اوصل لمرحله، لاحظ انت في لحظه معينه راح تدخل اكس وواي، صح؟ هل بتقدر تروح تقرا الجواب مباشره؟ لا، يو نيد تو ويت فور ديلي حتى تصيرها. طب متى تعرف انه الاوتبوت جاهز؟ لازم تستنى هذا ايش؟ ينحسب، مضبوط؟ طب هذا كيف اللي بحسبه؟ شو لازم استنى حتى احسبه؟ لازم استنى مين؟ سي 3. سي 3 لازم يستنى سي 2، وسي 2 لازم يستنى سي 1، مضبوط؟ طب قديش بده سي 1 حتى ينحسب؟ سي 1 ارجع على الاكسبرشن تبعه، هو عباره عن اند ليفل فورد باي اور ليفل. لو فرضنا الاند والاور الديلي تبع كل واحدة فيهم تاو، فاذا هذا قديش بده تايم حتى يطلع؟ 2 تاو. طيب وسي 2 بده 4 تاو، وسي 3 بده 6 تاو، وسي 4 بده 8 تاو. تخيل التاو 1 نانو سكند، والديلي مقدار الديلي قديش بدي استنى عشان اقرا الجواب اللي هو السم؟ لازم سي 4 ينحسب، صح؟ لاني بكون عرفت اني خلصت اجراء العمليه الحسابيه، فبدي 8 نانو سكند. 8 نانو سكند على البروسيسور ذات از رننج ات 1 جيجا هرتز، يعني السايكل تايم تبعه 1 نانو سكند از تو ماتش فور ذيس سمبل اوبريشن. فتخيل لو كان هذا الادر حجمه 32 بت ادر، كم الديلي راح يكون؟ 64 تاو، صح؟ الديلي هو n تايمز تاو اللي هو عدد البتس ضرب التاو الديلي للجيت ليفل الواحد، فراح يكون 64 نانو سكند which is too much، مظبوط؟ عشان هيك في بدائل، في شيء اسمه كاري لوك اهيد ادر. هذاك الادر اذا راح تدرسه في الكمبيوتر اورجنايزيشن من اسمه كاري لوك اهيد، شو يعني لوك اهيد؟ طلع لقدام. طب شو بيطلع لقدام؟ شو بيسوي؟ بحسب الكاري لقدام، بضيف هاردوير اضافي يحسب لي الكاري اهيد اوف تايم حتى ايش؟ اسرع من الاوبريشن تبعي. خلينا نشوف هذا الاكزامبل قبل ما نطلع.
اللي هو كيف استخدم الفور بت ادر بلوك اللي صممته قبل شوي حتى ابني مثلا 8 بت ادر. شو يعني 8 بت ادر؟ يعني عندي رقمين اكس وواي كل واحد فيهم عباره عن 8 بتس، لكن بدي ابنيهم باستخدام 4 بت ادرز مش فول ادرز، مش 1 بت فول ادرز. فراح اروح اجيب 1 بلوك وحاسم العمليه ليش؟ لنصين، واجمع اللور 4 بتس مع بعض باستخدام 4 بت ادر حتى يطلع معي اللور 4 بتس من مين؟ من السم. بعدين بدي اجمع الابر 4 بتس، بس بدي اخذ العين الاعتبار مين؟ الكاري اللي هو مين؟ هيو اللي طالع من هون، بجيب كمان بلوك وبدخله على الكاري ان تبع النكست ليفل تبع الابر 4 بتس. طيب هذا الكاري شو اسوي فيه؟ اثبته على الصفر اكيد مزبوط، والكاري اللي طالع من هون ايش اسمه؟ سي 8. فهدول اذا بروح وبحطهم كمان ببوكس شو صار اسمه؟ هاد 8 بت ادر، في له كاري ان وفي له كاري اوت، بقدر استخدمه حتى ابني 32 بت ادر مثلا، بدي اجيب اربعه كوبيز منه مزبوط واسوي لهم تشيننج، اشبكهم ايش مع بعض. هذا مثال على اي سي فيها 4 بت باينري فول ادر فاست كاري. فاست كاري يعني غالبا it is not a ripple carry adder. It is not a carry propagate adder. اللي شفناه قبل شوي غالبا حساب عملية الحسابية بتنحسب والادر مصمم انه to perform better than ripple carry adder.